النجم يوسف الخالد راح فيك عبر موقع الفم. بدي لك اليوم الف مبروك على مسرحيه مش بس على الميلاد. شو هالمسرحيه الحلوه؟ شفنا اليوم العالم قد ايه تفاعلت مع العرض اللي عم بتقدمه. اهلا وسهلا فيكم اول شيء، وان شاء الله بينعاد على الكل بسنين احلى واحلى، يعني احلى من اخر مره مرق قدامنا. هيدي بقولها لانه كل مره عم تكون ملبكه. فمثل ما شفت المسرحيه هيك هدفها الفرح، وهدفها الترفيه، وهدفها كمان الرساله اللي فيها، اللي هي اسقاط الواقع وانعكاسات شوي هيك الزبزبات اللي بتصير بين العيال وبين كذا. فموضوع عميق، يعني بتشوف العمق اللي بدك اياه وبتشوف الترفيه اللي بدك اياه فيه. يعني فيها احداث واقعيه نقلتوها بالمسرح؟ ايه اكيد، يعني ما في كل ضيعه فيها هيك وكل منطقه فيها هيك وبين بلدين وبين، يعني فيك تفسرها كيف ما بدك، بس بطريقه كتير هيك لايت خفيفه كوميديه، موسيقى ثقيله وحلوه وممثلين بجننوا. فلا مبسوطين نحن، يعني بعد فتره توقف هيك قصري انه نرجع نتحرك ونعمل شيء هيك لبلدنا، احنا هيك بنقاوم. خبرنا اكثر عن تعاملك مع الاخوين صباغ، كيف هيك تلقيت الفكره، تلقيت العرض؟ ايه لا، نحن في تواصل اجتماعي صار بيناتنا، مش بس فكري وفني وهيك، نحن اصحاب كثير على النطاق الشخصي، وانا هتالي تجربه معهم، وانا هولي اشخاص هالشبان هالخيان، هني خيان وهني خيان لإلي. ما يعني نحن خلاص بطلنا، بطلت صار عرض وطلب، صار في عنا هيك وعم نفكر هيك، فصرنا بالمطبخ تبع الموضوع. وانا كثير مبسوط انه هذا تالت تعاون، وان شاء الله عقبال الاكثر واكثر، وبقول لهم مبروك، وان شاء الله ما بشوفوا عوجنا الا الخير. الجمهور دائما بيقول اشتقنا ليوسف الخال بمسلسل، ايمتى؟ ايه صحيح، ليك كله تاجل هلا، يعني الحقيقه بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت بغزة كان في مشاريع رح تبلش من شهر وشهرين، كله هلأ روق شوي، بتحس الجو يعني طبيعي منه منيح، الله يعين الجميع، وإن شاء الله بتنحل كل الأمور بأقل خسائر. فالفن واحد من الأشياء اللي بتتأثر مباشرة، في بتلاقي بعض الأشياء بس لا في تعرقل شوي عم بصير، لابد ما ترجع تمشي الأمور إن شاء الله. مؤخرا وصفت أختك الممثل الكبير ورد الخال بأسد الدراما اللبنانية. شوية هيك التيشيرت عليها أسد، إيه فعلا هيك ورد، ورد شو بقوله، أنا فخر بيت الخال كمان. طيب اليوم إذا بدي أقول لك سمي لي ممثل لبناني من الشباب هو أسد الدراما اللبنانية، مين؟ ما تفوتني بالأسامي، كلهم بجننوا الشباب، كلنا يعني شو بقوله اجتهدنا، وكما بقولوا يعني من قلبهم، كل الشباب طلعوا هيك باندفاع من 10 و20 سنة من جيلنا يعني. لا في كتير شباب بحيين، وعم شوف بعض الانتشار لبعض الممثلين، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. زوجتك الفنانة نيكول صابا شو بتلقبها؟ شو تاج راسي. هي الأسد على فكرة، كمان عندها هي شعارة بتحب الأسد. شو بقلها ماشي، بقلها هي رفيقة الدرب الشاهدة على كل شيء. كنا حابين اليوم نشوفها، ليه ما اجت؟ نطرت، قالت لي شدوا حالكم هاليومين بعدين برجع بحضركم مع بنتي وهيك. فلا اكيد رح تكون يعني هاليومين، بتخيل بكره او بعد بكره. خلينا نحكي عن هيك قضائك لعيد الميلاد المجيد، انت وصغير كيف كنت تقضيه؟ يعني مثل انا من ابن ضيعة غزير، وتعرف بالضيعة الجو غير، يعني بيكون بعده شوي هيك طبيعي اكثر من المدينه حتى بوقتها. ف لا كنا كتير ننطر، يعني مصدقين الخبرية تبع بابا نويل بينزل بالهيدا وبالشمينة وبيعطيك الهدايا، فكان يجمع العائلة أكتر، وكان هيك الجو العام كان أحلى. طفولتي كتير منيحة بعيد الميلاد كانت الحمد لله، وبعدها لهلأ كل ما أطلع على بيتي بغزير بحس نفس الإحساس كأني طفل عمري 3-4 سنين، ما في شي تغير عنه. لو صح لك تمحي شي من 2023 شو بتم؟ من 23 كلها و22 ولا من 19 لليوم بمحيهم كلهم، اصلا هولي نحن مش حاسبينهم من حياتنا، لانه نصهم كورونا ونصهم حروب ونصهم ازمات داخليه وثورات وما بعرف شو. لا نحن مرقنا بفتره وبعدنا فيها يعني، وهلا عم بيقولوا لا أسوأ، بس نحن هيك بنقاوم وهيك بنناضل بفننا وبتمسكنا ببلدنا وبانه باقيين هون قد ما كان. هيدي الخشبه من عنا، يعني خشبتنا هيدي، مسرحنا هيدا فننا، خلقت انا لاعمل هذا الشيء، بتخيل ما بعرف اعمل شيء ثاني. طيب يوسف شو عم تتابع مسلسلات؟ شو رأيك كمان بالمسلسلات المعربة المأخوذة أو المأخوذة عن نسخة تركية؟
لا مش غلط مش غلط يعني مش غلط، بس انه يعني انا ما كثير بحب، يعني ما كثير بحب فكره انه متعلق. بكره يمكن تشوفني بمسلسل من هالنوع، ما بيمنع هذا شغل، بس كفكره هيك فنيه ما كثير بحب انه تتعرب الاشياء محضوره ومش من زمان. بس لهي انه الناس بتحب ترجع تشوفها بفيرسيون ثانيه بممثلين ثانيين، مش غلط ابدا، كل واحد حر بذوقه وحر بمتابعته. انا ما بتابع حتى مسلسلات ايام الحقيقه، يعني ما كثير هيك بكون مش مصدق، لانه انا بفوت من اول المسلسل بكل التفاصيل، فبكون كاني حاضره براسي، بشوف كم حلقه وهيك، بس انه مش من النوع اللي بتابع كل مشهد وهيك، فخلص بسكر بصير وراي الموضوع. لا ما عم تابع شيء معين كله، بس بعرف شو عم بصير بالوسط الفني كله، ان كان هون او بمصر او بالسعوديه او بكل محل بسوريا وهيك. هلا نحن منطقه شوي تعبانه بالكم تبعها، تعبان في هالكم حدا هيك بتلاقيهم ماشي حالهم، وفي بعض العرائيل عند ناس ثانيين ان شاء الله بتنحل. طيب ليه في ناس ثانيين عندهم عرائيل وناس ماشي حالهم؟ دائما في مثل بيقول ناس بسمله وناس بزيت، عادي بتصير عادي عادي، ما في يعني الدنيا هيك. طيب وانت كيف بتقيم حالك؟ أنا قدام على طول، قدام راكد، سبقتهم راكد الحقوني. لا يعني بتواضع، لا ماشي حالنا، بس مثل ما قلت لك هي فترة وعصيبة كانت على اللبنانية خاصة. نحن هويتنا قديش فخورين فيها، إن شاء الله هي تضل فخورة فينا. ما بعرف يعني الأمور شوي معرقلة، بس إن شاء الله خير. ما بدي طول عليك أكثر، مؤخرا شفنا صورة لإلك حاطط أفعى على كتافك. شو حاطط؟ أفعى حية على كتافك. الكلمة ما انتبهت لها. ايه صحيح، هيدي كسرت الخوف الحقيقة، هي كانت لأنه بنتي كانت معي وقلت ما بدي فرجي حالي هالقد، أنا بنرعب من الحية، مين ما بخاف من الأفعى. فعملناها وهي ما بتأذي، يعني ما بتحس شيء، جربت ما أطلع فيها تما آخذ الذبذبات السلبية تبعها مثل ما بيقولوا، بس لا تشجعت وكسرته هذا الخوف. بس بتفكر هلا إذا بشوف حية يعني بمسكها، لا أبدا في شيء بخوف. بس قد إيه واجهت أفاعي بحياتك؟ أوه كثير كثير، في كثير كثير ناس وجوه، يعني يمكن في ناس بتشوفني انا بألف وجه، يعني ما في كل حدا يكون شفاف 100%، هيك الدنيا هيك طبيعه الانسان للاسف. النجم يوسف الخال، بدي اتشكرك واتمنى لك كل التوفيق والنجاح. انا بشكركم على التغطيه، وان شاء الله دائما هيك بنهتم فيكم قد ما بتهتموا فينا. مشكورين، ميرسي. لمعرفة كافة الاخبار الفنيه زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.